بنات انتوا عارفين قد ايش انا مره احب اسوي رياضه. اللي مره مهم مو بس انه نفس التمرين، المهم السيت اب كامل. فين حتسوي رياضتك؟ ايش الميوزك او الاغاني اللي حتسمعيها؟ ايش نوع الاغاني؟ هذه كل الاشياء تلعب دور مره كبير في تمرينك. فما تحسوا احيانا لما مثلا تختاري اغنيه فيها كلمات مره محفزه تحس انه تمرينك يختلف تماما؟ صحيح. تحسي نفسك انه مين قدك في التمرين؟ خلاص سوبر يعني وومن. ممكن انا ماشيه زي السلحفه يعني ما بعملش اي حاجه، بس المزيكا محسساني ان انا هيركليز يعني. وده شيء مهم كمان. I'm very لكن برضك سويتي التمرين حقك. طيب ما تشوفوا كيف كمان التمرين كل تمرين عن تمرين يختلف؟ يعني لو مثلا حنسوي وارم اب غير عن لما نسوي التمرين نفسه، مثلا بنسوي هاي انتنسيتي تمرين للعضلات او مثلا شيء فيه كارديو عالي، صحيح، وبعدين على الاخر مثلا لما نسوي ستريتشنج او اطاله للعضلات الاغاني تختلف تماما. صحيح. هذا الشيء دائما ايوه هذا الشيء دائما نلاحظه بالذات في الكلاسز او الصفوف حقت الرياضه لما نروحها، لانه كل تمرين فعلا لازم له ميوزك تختلف عن الثانيه. الاغاني اللي فيها هاي بيت وفيها كلمات محفزه وكل احد عنده يعني اغنيه يفضلها. صحيح. يعني اكيد كل واحده فيكم بتفكر دحين في اغنيه اللي هي الاغنيه هذه حقتها يعني اللي حقت التمرين. مش عايزه تعرفي افكر اتقدم بارارا اتقدم لا اكيد اغنية احلى من كده شوية. لا بس فعلا في دراسات كتير اثبتت انه الاغاني لها مفعول كبير على شدة التمرين، على نفسية الشخص اللي بيسوي التمرين نفسه، على الهارت ريت او نبضات القلب، على كيف اداؤه يكون في النهاية. صحيح. واحيانا تدخل الجيم مثلا ما يكون عندك لا طاقة، تكوني مكسلة تعبانة، بس تبدأ تهيئي نفسك بلاي بس. وتحطي بلاي واحيانا تحطي السماعات هذه اللي تعزلك عن العالم وتحطي الميوزك حقتك وخلاص تحسي نفسك انك اختلفتي تماما يعني. عارفه حاسه كمان انه اوقات ممكن البيت ايوه تساعد على التمرين نفسه، اتقان التمرين نفسه يعني. صح. ممكن ابقى انا مش سامعه يعني او مش حاسه بالتمرين او مش ظابطه البيس او المومنتم بتاعي. مظبوط. بس المزيكا بتساعدني ان انا امشي بالبيس 100%. في كتير كلاسز كمان بالذات هذه في الصفوف تكون الاغاني نفسها مصممه على التمرين اللي حتاخذيه او حتحضريه. ولا قصدك العكس، التمرين مصمم على الاغنيه؟ الاثنين. اوكي. مو بس التمرين مصمم على الاغنيه، في بعض البلاي ليست يتاكدوا انه الاغاني نفسها تمشي على حسب تمرينك انت. وهذه بيعطوها يعني. بالضبط. وبيعطوها كثير للمدربات حقون الرياضه كمان انه لازم تكون متاكده انه الميوزك حقها ماشي مع التمرين. واسهل للي بيتدربوا في الكلاس انهم يقدروا they follow the beat او يمشوا مع الاغنيه. بالضبط. واو. صحيح. في انا اعتقد انه الدراسات بدات اصلا من 1911 وفي اكثر من 60 دراسه اثبتت انه الاشخاص اللي بيحطوا ميوزك في التمرين حقهم actually got better يعني اتحسن. صح مزبوط. في معلومه مره حلوه قراتها في كتاب اسمه The Power of Habit. واحد من الاثليت او هو رياضي يعني اكثر شيء في رياضه الجري كان عنده أغنية معينة أو تراك معين يسمعه كل مرة يروح يجري. واو. ويتخيل نفسه إنه هو في السباق النهائي له، وكل مرة يتخيل نفسه إنه هو فاز السباق على نفس البيت على نفس الأغنية. واو. وفعلا لما راح على السباق حقه كان هذه الأغنية اللي دايرة في راسه. واو. ومع الأغنية هذه يعني جسمه كله هيئ نفسه إنه هو فعلا اللي حيفوز السباق يعني. بالضبط. عمل لنفسه هيئة نفسه هيئة فكره وجسمه كل شيء. بالضبط. واو. وفعلا فاز السباق. فيعني تخيلي قد إيش هذا الشيء يأثر على الواحد وقد إيش يأثر عليك نفسيا يعني بيهيئك ويحطك في الجو. أنت عارفة كمان أنا بلاحظ يعني على عكس بقى الترينينجز أو التمرينات اللي فيها هاي انتنسيتي أو سريعة في اليوغا مثلا أو في البيلاتيز أو في التمرينات اللي هي ليها علاقة بالتنفس. صح. بحس انه الاختيار بتاع المزيكا مع الرياضات اللي بتحفز على تنظيم التنفس ليها علاقة مباشرة يعني. صح. يعني بجد بتساعد، وخصوصا لو كمان الانستراكتور او المدرب
فاهم كويس قوي يعني. بتقدر ان هي مش بس انت بتعملي رياضه، لكن لا هي جزء منها بتعالجك نفسيا يعني. انا عايزه ادخل الاستوديو ده وافصل خالص تماما. صح اكيد. يعني اعتقد ان المزيكا جزء اساسي مش مكمل حتى للرياضة. من جد هو جزء اساسي. وانا الاحظ احيانا في التمارين يعني انا احضر البلاي ليست قبل ما نبدا الكلاس، فاحيانا يكون في بعض الاغاني مثلا بدايتها تكون شويه بطيئه بعدين تبدا انه ترتفع البيت حقه الاغنيه. ففي البدايه على طول البنات يلاحظوا انه لا ممكن شيء احسن شويه، شيء اسرع شويه عشان ما حينفع مع هذا التمرين. ففعلا يعني كل شخص يفرق عنده الاغنيه اللي يسمعها في التمرين اللي بيسويه. صحيح. يس. لا أنا هو لا غنى عن المزيكا ولا غنى عن التمرين، مهم نجمعهم مع بعض. صح. اهم شيء نجمعهم مع بعض ونسويهم. بس جدا يعني الميوزك تاثر علينا. انه انا اذكر انه مرات كنت اروح كلاس لو ما تعجبني الميوزك ما ارجع لكلاس ثاني. صح. لانه ما اتحمس، احس انه بسوي شيء بس انا من جد ماني متحمس اسويه. صح. فات ريلي بلايز رول جدا مهم.